الطهر ابنة الأطهار، وأم خير الأوصياء بنت أسد، فاطمة أنعم بأم للأسد، وأم فاطم خديجة الصفا، ما مثلها من زوجة للمصطفى، وأم سبط أحمد المحمودي، فاطمة سيدة الوجود، وأم زين العابدين شهزنان، ما أبصرت كمثلها عين الزمان، وأم باقر العلوم ذي المنان، فاطمة الصديقة ابنة الحسن، وأم صادق الهداة فاطمة، بفضل آل البيت كانت عالمة، وأم موسى الكاظم المجيدة، أوصافها كاسمها حميدة، وأم مولانا الرضا فخر الإماء، بهية الأوصاف تدعى تكتمى، وأم مولانا الجواد الخيزران، قديسة حرت بها حور الجنان، وأم مولانا علي الهادي، سمانة سليلة الأمجاد، وأم مولانا الزكي العسكري، تدعى سليل ذات طهر أطهري، وأم من تاقت إليه الأنفس، مولاتنا خير الإماء نرجسه.